السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن خبر اعتزال الفنانة القديرة ميرفت أمين. بعد ما طلعت وقالت كل أصدقائي في الوسط الفني ماتوا قررت الاعتزال. أقول لكم تفاصيل الخبر، وكمان أتكلم معاكم النهاردة عن نقل الفنان يحيى الفخراني للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة. هقول لكم كل التفاصيل. كمان أتكلم معاكم النهاردة عن عملية قسطرة أو عملية دعامة في القلب للفنان محمد العمروسي. هقول لكم كل التفاصيل، وكمان اتكلم معاكم النهارده عن طلاق شام الذهبي. شام الذهبي يا جماعه هي بنت الفنانه اصاله نصري. هقول لكم كل التفاصيل بعد ما طلعت الفنانه اصاله وقالت قلبي مكسور على بنتي. هقول لكم كل التفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. بصوا يا جماعه، هبتدي معاكم بأول موضوع، موضوع أو خبر اعتزال الفنانة القديرة ميرفت أمين بعد ما طلعت وأعلنت اعتزالها وقالت كل أصدقائي في الوسط الفني ماتوا فهي قررت الاعتزال. الموضوع أو إيه اللي حصل؟ هقول لكم الأول شوية تفاصيل وبعد كده أقول لكم إيه الموضوع بالظبط. الفنانة ميرفت أمين يا جماعة ممثلة مصرية من مواليد 24 نوفمبر 1946، عندها بالظبط 77 سنه وهي من المنيا. كانت متجوزه من عمر خورشيد وبعد كده اتجوزت حسين فهمي. مش مخلفه اولاد خالص غير بنت واحده اسمها منه طلاق حسين فهمي، بس ما عندهاش اولاد تانيين. اللي حصل في اخبار بتفيد ان هي اعلنت اعتزالها الفن بعد وفاه اصدقائها في الوسط الفني زي الفنانه دلال عبد العزيز والفنانه رجاء الجداوي والفنان سمير غانم واخرهم سهير ترك. والدة الفنانة رانيا فريد شوقي كانت الصديقة المقربة للفنانة ميرفت أمين. هقول لكم بقى شوية تفاصيل عن الموضوع. عندما تشعر بالإحباط تفكر في الاعتزال، ورغم غيابها لفترات عن الجمهور فإن هذا لا يسبب لها القلق، لأنها كما تقول في مرحلة لا يمكن أن تكون مطالبة فيها بالوجود المستمر. النجمة ميرفت أمين التي يزيد الزمن جمالها وقيمتها كفنانة صاحبة رصيد فني ضخم تتحدث عن أسباب شعور الإحباط الذي يتسلل إليها أحيانا ويدفعها للتفكير بالتوقف أو بالاعتزال. بتقول فكرت في ذلك أكتر من مرة، خاصة عندما أصبت بالإحباط من الأعمال التي تعرض علي، وأقول بيني وبين نفسي هذا يكفي ما دامت معظم الأعمال مكررة ولا أجد الجديد الذي يحمسني للعودة. لكن بعد أن أتخذ هذا القرار فجأة يعرض علي عمل جديد مختلف ومتميز، فأعدل عن هذا القرار فورا وأنزل للعمل، لأني أشعر بأن حياتي أمام الكاميرا وأصبحت هناك علاقة كبيرة بيننا ومن الصعب أن أبتعد عنها كثيرا. ولكن دائما لا يكون هذا برغبة مني، لكن بسبب الظروف المحيطة وشكل الأعمال الفنية قررت الاعتزال من يوم ما ماتت دلال ورجاء الجداوي، من يوم ما حبايبي ماتوا وأنا قررت الاعتزال وقررت أن أنا أبقى بعيدة، حتى لو بيجيلي مسلسلات وبيجيلي أفلام لكن أنا رافضة أشتغل لأني خلاص تعبت وبجد مش قادرة أعمل أي حاجة في حياتي والفراق صعب عليا، وأنا لغاية دلوقتي لسه زعلانة على دلال ورجاء. طبعا دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي يا جماعة كانوا الأصدقاء المقربين ليها، فهي من بعد وفاتهم وهي بتقول إن هي مش حاسة إن هي ممكن تقدر تقدم أي عمل بحماس أو ممكن تطلع طاقتها فيه بعد ما حست بفراق اصدقائها، او هي بتقول ان هم اخواتها. لا حول ولا قوة الا بالله، ده الكلام اللي كتبته او قالته على صفحتها الرسمية. الموضوع اللي بعد كده، موضوع نقل الفنان يحيى الفخراني للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، أو نقل المستشفى بعد ما جاله أزمة قلبية أو جلطة في القلب. هقول لكم بقى شوية تفاصيل عشان اللغط اللي بيحصل. هقول لكم الاول شويه تفاصيل. الفنان يحيى الفخراني اسمه محمد يحيى محمد ابراهيم مصطفى الفخراني، ممثل وطبيب مصري، ولد بمحافظه الدقهليه بدلتا مصر في اكتوبر 2020. هو من مواليد 7 ابريل 1945، عنده 78 سنه،
من المنصورة، زوجته اسمها لميس جابر، مخلف شادي واحمد وطارق، عنده 3 صبيان ومش مخلف بنات. طب ايه الموضوع او ايه اللي حصل؟ اكتر من شائعة عن يحيى الفخراني تم تداولها عبر السوشيال ميديا مؤخرا، ومنها خبر وفاته والذي نفاه اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مساء امس، بالاضافة الى شائعة تعرضه لازمة قلبية ودخوله الى المستشفى. وقال ان هو تواصل مع يحيى الفخراني الذي اكد انه بخير وتواجد في منزله، مشيرا الى انه قال ان الحمد لله تمام، ودي كلها شائعات مغرضة. يعني يا جماعة الفنان كويس مفهوش اي حاجه وقعد في بيته، فجاه لقى الناس بتتصل بيه بيقولوا له الف سلام عليك وانت جالك ازمه قلبيه، من بعد طبعا الاخبار اللي هي ناس يعني ناس نزلوها على السوشيال ميديا ان هو جاله ازمه قلبيه حد. طبعا الفنان كويس. الموضوع اللي بعد كده، موضوع عملية دعامة في القلب لفنان شاب. مين الفنان ده؟ الفنان ده اسمه محمد العمروسي. تعرض الفنان محمد العمروسي لأزمة قلبية مفاجئة حسب ما أعلنت صفحته الرسمية على الانستجرام، وطلبت الدعاء من الجمهور للفنان يعني في شهر رمضان الكريم، وقالوا أن الفنان أجرى عملية تركيب قسطرة في القلب مطالبا الدعاء له في الفترة المقبلة، متمنين ليه بالشفاء العاجل، وبيقول أن حالته صعبة بعد ما عمل. طبعا العمليات دي بتبقى صعبة جدا، عملية القلب المفتوح دي لا حول ولا قوة إلا بالله، بتبقى صعبة صعبة صعبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم تدعوا له دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده، هل شام الذهبي بنت أصالة نصري اتطلقت؟ طب ايه سبب الرسالة اللي نزلتها أصالة وقالت أنا قلبي مكسور على بنتي؟ هقول لكم الرسالة واحكموا انتوا. بصوا، قالت الفنانة أصالة إنها لم تتعلق بشكل قوي بحفيدتها جيهان من ابنتها شام حتى الآن رغم مرور 3 شهور على ولادتها، مؤكدة أن ابنتها أصبحت شخص آخر بعد إنجابها، مضيفة قلبي مكسور على بنتي قوي، وقالت أنا لسه ما تعلقتش ببنتي. التعلق القوي بسبب زعلي على شام اللي اتغيرت حياتها تماما، من بنوتة بتدرس وتروح الجامعة وتحضر الدكتوراه وتهتم بنفسها لأم مهتمية بس ببنتها ومكرسة حياتها لها تماما، مكسور قلبي عليها، بتصحى 4 أو 5 مرات بالليل وعيونها تعبانة، ورغم انها مستمتعة الا اني زعلانة عليها. يعني يا جماعة هي قالت انا زعلانة على بنتي وقلبي مكسور والكلام ده كله، ما قالتش ان هي اتطلقت زي ما في مواقع او جرايد يعني منزلة او مواقع كبيرة منزلة خبر طلاق شام الذهبي بنت أصالة نصري. لا، ده هي بتقول ان هي تعبانة، بنتها بعد طبعا الحمل والولادة بتبقى صعبة، فهي زعلانة على بنتها مش اكتر ولا اقل، لكن مفيش طلاق، مفيش الكلام ده كله. بس انا حبيت بس اوضح لكم الامر. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. يا جماعة ما تنسوش كل الناس اللي بتحبني وبتحب تشوفني تشترك في القناة، قربت اكمل 100,000 مشترك، انا نفسي اكبر بيكم وليكم، مستنياكم. اللي يشوف الفيديو يا جماعة يشترك ويفعل الجرس.